للسنة العاشرة على التوالي المطرية امبارح عزمت مصر كلها، أكبر مائدة إفطار جماعي في رمضان، أكتر من 10,000 شخص فطروا امبارح في أجواء كلها بساطة وكلها بهجة بتعبر عن مصر اللي دايماً فيها الخير. حقيقة إنه الصورة اللي شفناها صورة تفرح، فكرة الإفطار الكبير قوي ده حاجة تفرح جداً. المطرية كلها فطرت مع بعض في سفرة طولها أكتر من 1000 متر، المطرية كلها كانت في الشارع، البلكونات على سطح العمارات كلها بتشارك في الفطار، الأطفال والستات كله كان بيشارك في الفطار، اللي بالمناسبة كان كمان في مسؤولين ومشاهير وفنانين كانوا بقى حريصين ان هم يبقوا موجودين السنة دي في إفطار المطرية. وزي ما احنا بنقول معاكم كده دلوقتي لما نقول المطرية عزمت مصر على الفطار، دي مش مبالغة، فعلا كل اللي كان عايز يروح كان يقدر يروح وكان يقدر يشارك في الإفطار ده. صحيح، امبارح الصور اللي انتشرت والفيديوهات والتغطية من كل القنوات المصرية والعربية كمان، لأنه خلاص بقى عندهم منسق إعلامي بقى نقدر نتفق معاه عشان نروح، القنوات تروح وتجهز ويختاروا أماكن الكاميرات للتصوير، رصدوا هذا الحدث المهم اللي بيتم التجهيز ليه من أول رمضان. الكل كان بينتظر يوم 15 في شهر رمضان عشان يشوف هذا الجمال، عشان يشوف البساطة والفرحة اللي بنشوفها كل سنة في إفطار المطرية. اللطيف في الموضوع انه يمكن احنا بنحسين الموضوع بقى كبر، منسق اعلامي وفي ناس بتروح، بس اللطيف في الموضوع ان اهالي المطريه هم اللي عاملين الافطار ده، هم اللي مجمعين الناس، هم اللي دايما حريصين انه يبقى فيه الروح دي موجوده، هم اللي يزينوا الشارع وهم واهالي الحي هم اللي يطبخوا الاكل، والاطفال تبقى واقفه بتوزع في الشارع، واللي عايز يروح يروح، واللي معدي يدخل يفطر مع اهالي المطريه. وزي ما كنا بنقول لحضراتكم فنانين ومسؤولين وناس مشهورين جدا كانوا موجودين هناك، واحنا كان نفسنا والله حلفنا الحظ حتى نبقى مشاركين، لكن للاسف ان شاء الله المره الجايه كمان نكون موجودين. لكن الحقيقه انه كل شباب واهالي المطريه قدموا صوره للكرم اللي موجود في مصر كلها، صوره حلوه قوي قوي قوي. شفنا مع حضراتكم قد ايه كل حاجه كانت ماشيه يعني بمنتهى الانسيابيه والبساطه، الكرم والامن والامان اللي كان موجود في الشارع، الفرحه اللي كانت موجوده في الشارع، البهجه اللي كانت في الشارع، الزينه اللي كانت موجوده في الشارع، الشباب والاهالي اللي نزلوا نظفوا الشوارع ورسموا على البيوت الصور اللي بتعكس روحانيات الشهر الكريم، جهزوا كل حاجه عشان حفل الافطار يكون حدث استثنائي، وبجد تكون مصر كلها بتستنى فطار المطريه يوم 15 رمضان من كل سنة. مرة تانية صباح على حضراتكم، صباح الخير والسعادة والكرم، صباح الخير يا مصر.